السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام، اسمي فن تربية الطيور الكناري والحسون. اليوم نحن بصدد فيديو جديد عن موضوع البيض المسلوق وطريقة تقديمه للطيور الكناري وبالأخص للإناث في مرحلة الإنتاج. طبعا أخوتي الكرام، الشيء الأساسي بالتقديم هو احترام مواعيد تقديم البيض والطريقة المثلى لتقديم البيض من أجل الحصول على إنتاج بالمرتبة الأولى، ومن أجل عدم إعطائه بشكل مفرط وتشحيم الإناث أو تشحيم الذكور. طبعا أنا الخلطة الأساسية تبعي هي الجزر والبيض المسلوق وجنين القمح والبروكلي. طبعا الجزر لاحتوائه على فيتامين آ واحتوائه على عدة فيتامينات مساعدة للطائر على الجهوزية، فهو مهيج جنسي طبيعي. والبروكلي هي نبات تحتوي على فيتامين إي والسيلوليوم بكمية كبيرة، وأيضا من المواد المحفز للإناث على التزاوج وعلى الإنتاج. والبيض المسلوق بغنى عن التعريف لما يحتويه من فيتامينات وبالأخص فيتامين بي 12، بالإضافة إلى جنين القمح. وجنين القمح تكلمت عنه بفيديو كيفية تقديمه وكيفية الاستنبات والطريقة المستهدفة تقديمه. طبعا طريقة التقديم الأفضل أنه يبشر، طبعا المواد كلها تبشر الأفضل. يعني انا بستخدم هلا آلة صغيرة مشان تبين معنا بالفيديو بشكل اوضح. طبعا يبشر على شكل قطع صغيرة، لان الطائر اغلب الاناث او اغلب الذكور عندما نقدم له البيض المسلوق يقوم باكل فقط الصفار تبع البيض، والاغلب البياض باقي البيض لا ياكله. طبعا نحن لازم نقدم هاي الوصفة للطيور، يجب أن تقدم بشكل تازة، يعني كل يوم بيومه إذا ما نقدمها للطير. تحسب كمية الطيور الموجودة عندك، طبعا كله بتبشره، الجزر بشر والبروكلي بشر أيضا. يعني لا تحط البروكلي مثلا بشكل كبير بشكل شقفي وحدي، بدك تبشره بالطريقة هاي لحتى يصير قطع صغيرة. طبعا تحسب كمية الطيور مثل ما حكيت، تحسب كمية الطيور المتواجدة عندك، مثلا طير 2 3 4، هل هن الموجودين عندك، وتقوم ببشر المادة اللي بدك تقدم له اياها. طبعا انا بشرت البروكلي مع الجزر مع البيض مع جنين القمح، اصبح عندي باتيه افضل من 100 مرة من الباتيه اللي بتشتريه من السوق وتقدمه لطيورك، كونه مواد طبيعية وبتعرف شو حطيت للطير انت شو حطيت للطير. طبعا بعد ما تخلص بتقوم بعملية الخلط بهاي الطريقة حتى تندمج المواد اللي بدك تحطها للطير كلها مع بعضها، البروكلي مع الجزر مع جنين القمح. طبعا بحيث الطير ياكل من الكل، ما يكتفي فقط بالبيض او يكتفي فقط بالبروكلي او يكتفي فقط بجنين القمح. فالطريقة هاي انت خليت الطير ياكل من جميع المواد اللي بدك تحط له اياها. طبعا هلا بعد ما حطها بدي افرجيكم كيف الطيور بتخدم على اكلها بشكل افضل من انك تقدم البيض لوحده، لان تقديم البيض لوحده الطير بياكل حبه او حبتين من البيضه وبيتركها. طبعا هاي الاناث عندي هلا، هاي الاناث عندي هلا، هلا هي في مرحله الجهوزيه، يعني لسه ما وصلت مرحله الانتاج. انا طبعا اغلب الاناث عندي لساتها بمرحله الجهوزيه، الافضل انك تقدم لهم هاي الوجبه في مرحله الجهوزيه. مرحله الانتاج ايضا، مرحله الانتاج حتى تكون افضل، ولكن مرحله الجهوزيه يجب تقديم هذه الوجبه اقل ما يمكن يومين في الاسبوع، طبعا للاناث والذكور، لا نكتفي تقديمها فقط للاناث ولكن للاناث والذكور. طبعا بعرض بعض من الطيور وتقديمها لبعض من الطيور. طبعا هذه الخلطة في حال الطير كان مريض لا انصح بتقديمها للطير. برجع بكرر، اذا كان الطائر مريض لا ينصح بتقديمها للطائر المريض، فقط للطيور السليمة التي في مرحلة الانتاج او التزاوج.
وفي مرحلة الرياحة نكتفي بتقديمها لمرة في الأسبوع. طبعا كمية كبيرة من الدهون، كمية كبيرة من البروتين، كمية كبيرة من المواد اللي نحن حطيناها بهاي الخلطة وقدمناها للطير. إذا قدم المشاهدين لهذا الفيديو لأول مرة، أتمنى منك الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك حتى نستمر ونقدم المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.